طيب إلى خبر آخر لنا. نعم، النيل الأزرق تتوقع عودة أكثر من 300 ألف لاجئ ونازح. توقع والي النيل الأزرق المكلف اللواء الركن ياسين إبراهيم عبد الغني عودة أكثر من 300 ألف لاجئ ونازح من دول الجوار خلال الفترة المقبلة، وكشف عن تسجيل نحو 170 ألف وغير المسجل 140 ألف لاجئ. وأكد الوالي أن الجهود مستمرة لحصر وتسجيل العائدين من دولتي إثيوبيا وجنوب السودان، وأن البلاد تترقب بشارات السلام مما يتطلب أدوارا متعاظمة من قبل المنظمات للعمل في دعم مشروعات التنمية، خاصة مشروعات المرأة وتشغيل الشباب وتنمية الريف. وامتدح إبراهيم في حديثه بحسب وكالة السودان للأنباء سونا جهود مفوضية العون الإنساني الاتحادية والولائية مع المنظمات العاملة، مبينا أن الولاية في المرحلة القادمة تحتاج دعما اجتماعيا واقتصاديا لكافة الشرائح، خاصة العائدين من اللجوء والنزوح. يعني أستاذ الشيخ، شهدنا طبعا في المرات السابقة وفي الأيام السابقة عودة آلاف اللاجئين من دول الجوار خاصة تشاد، ولكن السؤال عند العودة يجب أن تتم أن يتم توفير المعينات الكافية حتى أنه تكون هذه العودة طوعية، توفير الخدمات الأساسية من أجل الاستقرار. يعني ما المطلوب من حكومة ولاية النيل الأزرق من توفير كل المعينات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة؟ المطلوب في الأول هو توفير الأمن، لانه اصلا ما اخرج هؤلاء الناس لاثيوبيا وللجنوب وكذا وكذا هو الـ 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 الامن، ومن بعدها توفير الجو الامن من الغذاء والطعام والكساء والدواء، وخاصه احنا داخلين فصل الشتاء. وانا بفتكر انه الموضوع المفروض يكون فيه شفافيه كبيره جدا، وتشرك فيه منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه وكذا وكذا، الناس لما يعودوا، لانه اصلا هم كانوا في غالبهم كانوا في دولتي جنوب السودان واثيوبيا، يعني الجارتين للنيل الازرق. فعودتهم يجب ان تكون يعني ما تكون مفاجاه زي كل العودات، يعني المفروض يكون يلقوا الحد الادنى من متطلبات الحياه. يعني استاذ الشيخ، يعني الحد الادنى من متطلبات الحياه زي ما ذكرت انت، يعني المطلوب برضه من الحكومه توفير الامن. يعني لو تكلمنا عن الحاله اللي بمر بها السودان الان اقتصاديا، قد لا نفي بتنفيذ بعض المشاريع التي توجد على ارض الواقع، لكن ذكرت انت في اشارتك هي مع ان نعمم فيها اكثر لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه للمساعده والمساهمه في تقديم الخدمات اللازمه. يعني ما المطلوب منها خاصه في منظمات كانت تدعم الجهات المتضرره بالحرب، هي تكون على ورقيه او في مكاتب فقط ولا تنزل لارض الواقع. يعني الان احنا نقول انه هي الفتره الاساسيه انه هذه المشاريع وهذه المنظمات تعمل جاهزه تقديم وتوفير الخدمات. يعني هو في لجان اصلا شغاله مركزيه في جزء من لجان السلام، هي لجان العوده سواء كان في دارفور او جبال النوبه او في جنوب النيل الازرق، يعني قاعده وعندها ميزانيات وعندها اتصال مع المنظمات الدوليه. انا بعتقد انه حتى المنظمات دي في الاول الناس بيكونوا محتاجين لها اغاثيا وكده ويعانيا، لكن انت اول شخص رجع لبيئته يجب انه انت تساعده بعد دافع عنه كيف يعيش الحياه، يعني تديه السناره بدل ما تعلمه الصيد بدل ما تصطاد له. يعني عفوا يعني مقاطع لحديثك وانا اصل قاطعته، يعني لكن لو في اشاره اخرى، يعني معظم كان النزاعات اللي بتتم في جهات الحروب في الاراضي او غيرها او خارجيا بحثا عن الامان، يعني فلو تكلمنا عن ثقافة السلام الممكن تكون موجودة، يعني ألمت بهم كثير جدا من الأزمات أهلنا في مناطق النزاع، ما المطلوب أيضا من الجهات المختصة سواء كان وزارة الصحة سواء كان الجهات الاجتماعية من أي توفير مناخ ملائم للسلام الداخلي قبل أن يكون السلام العام من أجل الأمن؟ يعني هو أصلا السلام، التوقيع السلام مع الحركات الكفاح المسلح هو ليس النهاية بل هو البداية، بداية بعد ذاك لتوطين السلام في الداخل وتوطين السلام عند الناس والسلم الاجتماعي والسلم ذاته المربوط بالتنمية، لأنه مرات كثيرة جدا الاحتقان به بأسباب الفقر وكذا وكذا. وبعد ذاك البنية التحتية اللي بتخلي الناس يتحركوا ويتداخلوا. الناس في السودان ده لحد سنوات قليلة ما كانوا بيعرفوا بعضهم لأنه كانت المناطق مقطوعة. حتى الآن السلنان اللي نحن بنتحدث عنه ده في الوقت ان احنا هنا كنا بنحتاج في الجزلين والبتاع الكلام ده قبل في اشهر الخريف دي، يعني انت عشان تمشي من مكان لمكان ومناطق ثريه جدا ومزروع فيها السمسم واشياء من غيره، عشان تتحرك منها انت داير ايام، يعني
من قرية لقرية، يعني الأمطار وما في طرق ولا في طيب